ما ثماش عنصريه، ما دام اللي هنا ياكل وكاري وساكن ويخدم، منين جت العنصريه؟ كل شيء متوفر ليه، لنا السكن والاكل والشرب هو والطب والولادات، هم يمشوا في السبيطارات ويولدوا غادي والطب قايمه بها، منين العنصريه؟ نحن مش بلاد عنصريه، دوله مسالمه، ما عندناش نحن الشيء هذا، نحن ما عندناش، الشعب التونسي مش ما فيش عنصريه. قفالي ذا على الدوله تشوف لهم حل، اللي قلت لك هجرتهم غير قانونيه يروحوا، واللي امور قانونيه ويخدم، واذا تلامذه مثلا ولا جاي لهنا في مهمه ولا في خدمه مرحبا به. بين صفاقس قبل وصفاقس توا شنو اللي تبدل؟ بدا كل شيء تبدل فيها صفاقس، خاصه ما الهجره هذه نتاع الفارق اللي جايين لهنا. شنو هي مشكلة صفاقس مع الأفارقة جنوب الصحراء في لهنا في صفاقس؟ إيه صفاقس ماشي دولة واحدة، راهي الدولة هي المسؤولة عليهم، اللي كاش دخلوا بأمور قانونية غير أمور قانونية، الدولة هي المسؤولة عليها الحالة هذه، ماشي صفاقس. صفاقس صحيح كثروا فيها الأفارقة، كثروا فيها المشاكل، ارتفعت حتى الأسعار، الكراء ما ثماش، برشا حوايج فيها، التلوث. يعني صفاقس اللي كان فيها الكراء ب 150 و 200 ألف تو ما عادش تلقى فيها كراء؟ ما عادش فيها، والد كي ما فيهاش كراء تاع 150، وين من المعيشة غلت، والواحد كل أكثرين من هموم، فهمتي؟ ولذا الدولة تتصرف فيها كيفاش، ماشي الأمور قانونية أو قاعد، أما أمور مش غير قانونية، غدا المكان هاك تشوفوا لهم قدام الجامعة اللي هنا حالين معناها يخدموا. واحد حجامه والاخر معناها فهمت لله يبيعوا في الكسكروتات ويبيعوا في الواحد. هوني وين جامع اللخمي؟ اي وين جامع اللخمي؟ ساحه الجامع اللي هنا وعلى دوائر الجامع معناها كلها، فهذا بصراحه ما منظر ماهوش لايق بصفق. يعني حربه الجامع مستباحه اليوم؟ اصبحت مستباحه صحيح، فلذا يشوفوا لهم حل في اقرب وقت. فما شكون يقول لك هذه عنصريه قاعدين تمارسوا فيها على الافارقه جنوب الصحراء، وفما اللي يقول لك يا خويا انا هذه بلادي وهذه مساله امن الدوله. هي مساله امن الدوله، ما هي كيفاش عنصريه؟ ماش عنصريه، ثماش عنصريه، ما دام اللي هنا ياكل وكاري وساكن ويخدم معناها كل شيء، منين جت العنصريه؟ ما ثماش عنصريه، كل شيء متوفر ليه، لنا السكن والاكل والشرب هو والطب والولادات، هم يمشوا في السبيطارات ويولدوا غادي والطب قايمه بها، منين العنصريه؟ راهو عنصريه كي تبدا حارمه من كل شيء، اما لاباس. الناس اللي تتهم في غيرها بالعنصريه شنو تقول لها؟ قول لهم ربي يهديكم، نحن مش بلاد عنصريه، نحن بلاد دوله مسالمه، ما عندناش نحن الشيء هذا، نحن ما عندناش، الشعب التونسي مش ما فيش عنصريه، ثماش عنصريه اللي هنا، اما هم يقولوا اللي يقول خلي يقول، ما يتحمل مسؤوليته. بالنسبه لنا نحن اللي هنا نشوفوا عايشين في ارغد العيش، في السكن وفي الاكل وفي الخدمه، وامورهم واضحه لفارقه، فلذا على الدوله تشوف لهم حل، اللي قلت لك هجرتهم غير قانونيه يروحوا، واللي امور قانونيه ويخدم، واذا تلامذه مثلا ولا جاي لهنا في مهمه ولا في خدمه مرحبا به. كو هذا اللي نقول. باهي معناها ما عندكمش مشكله مع العباد اللي امورهم قانونيه بالاقامه نتاعهم بالهويات نتاعهم تبدا واضحه، ما عندكم معاهم حتى مشكل؟ لا ما عندنا حتى مشكل. علاه نحن كنولوا معهم، هم عندنا مشكل نولوا عنصريه، ما نحن ما عندناش حتى مشكل، جاي بامور قانونيه ولا هنا، واذا كان يقرا واللي اذا كان يخدم واللي اذا كان، اما مش جاي سياحه باش يقعد على شهر يقعد 4 سنين لهنا، هذيك ما عادش تولي امور قانونيه.